خير عليك زميلي العزيز امير هشام، كل التحيه ليك ولكل جمهور النادي الاهلي. اهلا بيك يا كريم، طمنا على كل الجديد وكل الاستعدادات اللي بتتعلق بالنادي الاهلي استعدادا لمباراه بكره امام المقاصه. هذه مباراه الهامه جدا في اطار مباريات بطوله الدوري الممتاز. بالتاكيد طبعا، يعني نقدر نقول المرحله مستمره والتلاحم كبير جدا بين المباريات، لكن بتتبقى لنا بقى هي مباراه اخيره زميلي امير، هي مباراه المقصه. شفنا الاداء الحقيقه والتلاحم الكبير خلال المباريات الماضيه، واخرها مباراه المقاولون العرب اللي خدت جهد كبير جدا من اللعيبه وخدت جهد اكبر كمان من بيتسو موسيماني نظرا لطريقه اللعب وغلق المساحات يمكن اللي كان صعب جدا على فريق النادي الاهلي، لكن بالرؤيه الفنيه الحقيقه المميزه جدا والتغييرات اللي كان ليها تاثير كبير. ناس استغربت على التغيير يمكن لبيتسو موسيماني، قدر ان هو يخرج ياسر ابراهيم وينزل حمدي فتحي لعبه ورا يمكن يدعم بعض اللعيبه، يمكن الامر ده كان مهم جدا، طمانينه كبيره جدا. والحقيقه بنحيي بيتسو موسيماني مع لعيبه النادي الاهلي طبعا على الاداء المميز. المباراه كانت صعبه جدا المباراه الماضيه، لكن ان شاء الله باذن الله يستمر لعيبتنا في التركيز الكبير. المباراه الغايه في الاصعب وهي مباراه المقصه، نفس الامر هيكون متواجد، نفس الروح اللي عند فريق المقصه مهما كانت النقاط وفقد النقاط والترتيب. انت عارف يا امير كل مباراه بيقابلها النادي الاهلي او اي خصم بيقابل النادي الاهلي بيكون مباراه كؤوس، بيكون مباراه بطوله، فلابد يكون في تركيز كبير، وده اللي الحقيقه بياكد عليه كل مره بيتسو موسيماني. النهارده كانت حضرته الفنيه يعني ما استغرقش وقت طويل على قد ما كان التركيز كله على اهميه المباراه. لابد ان احنا نحسم هذه المباراه، نظهر بشكل جيد، نحافظ على بعض، لان برضو يا امير انت عارف اللعيبه عندها جزء من التفكير في مباراه كايزر تشيفز النهائي الافريقي، لكن ان شاء الله باذن الله تعدي ال 90 دقيقه بسلام. لعيبتنا ان شاء الله باذن الله تكون على قدر المسؤوليه كالعاده، تركيز كبير من اول دقيقه، ونقدر ان شاء الله باذن الله نحصل على 3 نقاط مع الحفاظ بشكل كامل على كل اللعيبه. ممكن نشوف روتيشن، ممكن نشوف بعض التدوير في بعض المراكز زي ما شفنا في المباراه الماضية، لكن النهارده التدريب انت عارف مغلق. التدريب كعاده طبعا قبل كل مباراه بيكون تدريب مغلق، لكن تدريب قوي النهارده. اكيد موسيماني هيركز على اكثر من جزء، التركيز طبعا التغييرات اللي يمكن كان ليها تاثير كبير، ايضا كمان الباكات، التغطيات العكسيه، التغطيات الهجوميه، كل الامور دي هيحاول يتكلم عليها بشكل كبير جدا. فيا رب ان شاء الله يكون تدريب مميز يستفيد بيه النادي الاهلي بشكل كبير جدا، وتقدر لعيبتنا ان شاء الله تطبق فكر بيتسو موسيماني في مباراه مصر المقصه. على هامش المران الحقيقه زميلي امير انا عايز اتكلم على نقطه مهمه جدا طبعا، والحقيقه يعني كابتن محمود الخطيب بشكل عام يعني اب واخ اكبر لكل اللعيبه وكمان لجمهور النادي الاهلي. النهارده كانت في لقطه مميزه جدا، يعني احد طبعا اصحاب الهمم طبعا وذوي الاحتياجات الخاصه وهو يمكن اسمه محمد عبد العاطي، يعني كان كتب تويته ويمكن قال حلمه وامنيه حياته ان هو يتواجد في النادي الاهلي ويقابل الكابتن محمود الخطيب. وكعاده الكابتن محمود الخطيب الحقيقه يعني قابله النهارده ويمكن عند دولاب البطولات التقط مع بعض الصور التذكاريه وتوجه بيه الى استاد مختار التتش، يمكن هو بيتابع المران دلوقتي مع الكابتن محمود الخطيب، وضع له كمان على التيشيرت لفته يعني طيبه جدا وبيبقى ليها مردود. احنا بنعرض اللقطات هي كريم على كل جمهور النادي بيتكلم معانا، يعني شايفين لقطات وجانب انساني مهم جدا ومميز، ودايما الكابتن محمود الخطيب ما بيتاخرش في مثل هذه الامور يعني في الحقيقه. دي حقيقة طبعا زميلي امير، يعني اللقطة رائعة ومميزة جدا، ويمكن دي رسالة تقبل لكل جمهور النادي الاهلي. يعني الامور دي بتفرق بشكل كبير جدا مع كل الناس اللي بتحلم تكون متواجدة داخل النادي الاهلي. انت عارف حلم كبير، الناس بتبقى متواجدة بره بتحاول تسالنا ممكن نخش نتفرج على تدريب، عايزين نخش نصور على دولاب البطولات، امور عديدة جدا طبعا بتبقى يعني في شهوة كبيرة جدا لكل الجمهور. لكن الحقيقة يعني طبعا كابتن محمود الخطيب بقيمته الكبيرة ان هو يتواجد مع يمكن محمد عبد العاطي، ويمكن كمان هيكون في لقاء من خلالك طبعا امير، يمكن الراجل اتكلم بشكل كبير جدا على حبه الكبير للنادي الاهلي، لكن لقطه مميزه جدا بنحيي عليها اكيد الكابتن محمود الخطيب، وده مش امر جديد على مجلس الاداره برئاسه الكابتن محمود الخطيب. لو بنرجع تاني يا امير مره تانيه للاستعدادات الخاصه بفريق النادي الاهلي، انت عارف طبعا يعني فقدنا عدد كبير المباراه الماضيه وممكن بنفقد كمان عدد، لكن هيرجع لنا بقى السوليه من جديد، راحته كانت مهمه جدا ومطلوبه المباراه الماضيه، بيعود ان شاء الله. محمد هاني برده كمان ممكن يبقى ليه دور وياخد في المباراه القادمه مع طبعا الاداء المميز جدا لاكرم توفيق، لكن انت عارف طبعا يعني بيتسو موسيماني عندنا مباراه نهائيه، فهيحاول يحاول ان هو يرجع محمد هاني من جديد، بدر بنون يمكن ياخد بكره كمان بدايه المباراه. كل الامور دي طبعا متروكه لبيتسو موسيماني لقراءته الفنيه الممتازه الحقيقه في الخصم. يمكن الفريق المقصه طبعا كابتن محمد عبد الجليل عنده دوافع اكيد، ولاعيبه النادي المقصه عندها دوافع، لكن ان شاء الله دوافعنا تكون اكبر. لكن الامر المهم جدا اللي بناكد عليه كل مره زميلي امير، لعيبتنا بس تحافظ على نفسها في المباراه، ده امر مهم جدا. ان شاء الله باذن الله يخرج المران بسلام بدون اي اصابات، ومنها ان شاء الله الى المباراه. لعيبه النادي الاهلي النهارده ان شاء الله عقب انتهى
المباراه مباشره على السويس، معسكر مغلق استعدادا للمباراه. اكيد انت اتكلمت او هتتكلم على تعديل الميعاد من 5 لـ7، ده امر مهم جدا، لان يمكن تعرف زميلي امير برضو 5 دي كانت هتبقى صعبه جدا في ظل رطوبه وفي ظل حراره، ويمكن كمان درجه الحراره بكره الرطوبه عاليه شويه. فان شاء الله باذن الله الجو والمناخ والطقس وكل الامور تكون مع النادي الاهلي، وباذن الله نحصل 3 نقاط هيساعدونا بشكل كبير جدا ويرفعوا الروح المعنويه بشكل اكبر، ويكون استعدادنا ده بشكل اقوى واكبر واكثر في مباراه كايزر تشيفز، الحلم الكبير البطوله الافريقيه ولقب الحفاظ الدفاع على لقب البطوله الافريقيه. باذن الله كريم، كلها امور مهمه في الحقيقه، لكن يبقى السؤال الاهم وفيما يتعلق بمركز حراسه المرمى في ظل تاكيد موسيماني في المؤتمر الصحفي الاخير عقب مباراه المقاولين العرب، لما قال ان الشناوي كان بيلعب مش جاهز بنسبه 100%، في نفس الوقت في ظل كمان اصابه علي لطفي. عايز اطمن شويه على علي لطفي على مدى جاهزيه الشناوي، وكمان عايز اطمن بشكل اكبر على مصطفى شوبير، لان ممكن جدا الظروف تخليه هو اللي بيلعب المباراه بشكل اساسي. فطمنا على الجزئيه دي تحديدا يا كريم من خلال متابعتك واخر الجديد فيها. يعني لو هبدا معاك بعلي لطفي، يعني علي لطفي مستمر في التاهيل، علي لطفي مش هيكون متواجد في مباراه مصر المقصه، ويمكن ده التاكيد اللي بياكدونه طبعا لطبيب النادي الاهلي احمد ابو عبله، لكن بيتم التاهيل وبيتم التجهيز لرحله المغرب. تمام. مصطفى شوبير كمان بيتم التجهيز الحقيقه، ويمكن مصطفى شوبير تحديدا يعني اداؤه مميز جدا الحقيقه في التدريبات، ولو خد المباراه هيادي اداء مميز جدا، عنده روح وعنده اصرار ومركز ومستني الفرصه بشكل كبير جدا مصطفى شوبير الحقيقه، هو كمان وحمزه علاء. لكن الشناوي يبقى الشناوي، يعني الشناوي الحمد لله في التدريب متواجد بيأدي التدريبات بكل قوة، وعلى ما أعتقد يعني بالشكل العام وبالرؤية لا الشناوي متواجد بكرة أمير في حراسة المرمى على خط سير بقى المباراة. المباراة بإذن الله ربنا كرمنا وقدرنا نحرز هدف واثنين وثلاثة زي ما شفنا في المباراة الماضية، ممكن نلاقي مصطفى شوبير بياخد بعض من الوقت، لأن برضو علي لطفي هيرجع، ممكن برضو ريسك يكون متواجد في القائمة في كايزر تشيفز، لسه الأمر ده لم يحسم. لكن الحقيقة علي لطفي ماشي بشكل طيب جدا في التأهيل، لكن الشناوي بأكد لك إن هو جاهز طبق الرؤية طبعا لبيتسو موسيماني، لكن جاهزية الشناوي بتدينا إشارة إن الشناوي إن شاء الله يكون متواجد في حراسة مرمى النادي الأهلي بجانب مصطفى شوبير، ومش بعيد مصطفى شوبير ياخد فرصة ويكون متألق إن شاء الله على حسب خط سير المباراة بإذن الله إن شاء الله. بإذن الله يا كريم، أنا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز كريم أحمد رئيس القناة الأهلي، واللي كان معانا على الهواء مباشرة من استاد مختار التتش، أو بالتحديد من مقر النادي الأهلي بالجزيرة.